قلتي او قدمتي طلب احاطه عن طريقه عمل الهيئه، يعني مضمونه ايه؟ عايزه تعرفي ايه بالظبط في طريقه العمل علشان نقدر نشوف ايه هي المعوقات. هل هي في القوانين بتاعت الهيئه مثلا ممكن تبقى مش مساعداهم، عايزه تغيير في هذه النقطه؟ هل ايه الامور؟ هل في اهمال فعلا؟ هل هي الميزانيه الموازنات الخاصه بيها بتؤثر على عمل الهيئه؟ مش قادرين يغطوا، مش قادرين يدوا حوافز. زائد الموضوع ده بالذات ما هوش تعليم عادي، بمعنى ممكن يبقوا محتاجين موازنات نفكر بشكل اخر، يعني وهو ان ممكن نعمل مشاريع صغيره ونجيب اللي هم، لانها دايما بيبقى في القرى وفي الحتت النائيه والحاجات دي بتبقى زياده قوي في طبعاً النسبة الاميه، ممكن نعمل لهم مشاريع زياده دخلهم، لان ممكن يبقى سبب الناحيه الاقتصاديه. طيب انا اعمل له مشروع بالتعليم. انا اعمل له مشروع واعلمه المجموعه بتاعه اللي هم في هذا المشروع، فهي دافع يعني دافع. وهنا يعني يعني بالحافز الاول، وبعد كده نشوف نعمل جوائز، نعمل حوافز، نعمل زياده في الدعم للي يعلم اولاده كلهم، للي كل الاسره متعلمه يبقى لها مثلا اولويه في دعم ازيد، اولويه في امور كثيره. يعني دايما مبدا الحافز الاول الناس يعني بيقبلوا عليه. زائد اشوف الاسباب الحقيقيه، لان في نقطه ثانيه وهي لو جينا نشوف النسب الاميه بالنسبه للبنات والاولاد، هنلاقي ان هو لا، البنات اعلى بكتير، ما زالت في مناطق كتيره. يبقى معناها اكيد مقترنه بالثقافه، البنت ما تتعلمش الولد يتعلم. طيب يبقى هنا محتاجه، هنا الولاد بتبقى اعلى بسبب التسرب من التعليم وبسبب الشغل الأسرة، بس الحقيقه اخر احصائيه 2018 لجهاز الاحصاء والتعبئه ان في نسب البنات اعلى بكتير في بعض الاماكن. برضو الاحصائيه الاخيره مفيده جدا تفيدنا في ان في مناطق النسبة فيها قليلة جدا، وفي منطقة مثلا زي الجيزة، أنا توقعت الجيزة برضو إلى حد ما في العاصمة وفي القاهرة وكل ده إنها ممكن تبقى أقل، لكن فيها نسبة أمية أعلى. يعني في أماكن بتبقى نسب الأمية فيها عالية وفي أماكن بتبقى نسب جيدة. نحاول نشوف الحاجات دي ونشوف أسباب كل محافظة إيه الأسباب الحقيقية اللي فيها ونتغلب عليها. تمام. فوجود هيئة ووجود فروع في غالبية المحافظات مهم. لهذه الهيئة مهم طبعا، مهم جدا جدا.